أنا ابن البصرة. لا طبعا دعمهم أعطانا الطاقة الأخيرة اللي محتاجينها بالمباراة. احنا أهم شيء فرحنا الجمهور العراقي واللي كانوا متواجدين بالملعب، والحمد لله قدرنا نفرحهم. ريبين بعد المباراة شنو قال لك بالمنزع؟ بالمنزع واجه رقصنا وفرحنا وهاي هاي. ريبين ما اعرف والله. ها من حركات ريبين ومقالب اللي تعرفه ما ضربني؟ اي بعدين راح ارد له اياها بعدين. عريس الليله شفت مقال؟ لا سولف نقول نقول مبروك مبروك للجمهور العراقي. دخل بس مبروك للجمهور العراقي يستاهل هذا الفوز، قدمنا كل ما عدنا لاسعاد هذا الجمهور اللي حضر. اكيد مو شكر على الدعم وعلى الجمهور بالمباراه. ما كان مباراه سهله بس الحمد لله فزنا. اول شيء الحمد لله والشكر، بالاخير قدرنا نحصل 3 نقاط. مباراه كانت صعبه من بدايتها، ان ما كنا نتوقع بهذه الصعوبه. الفريق الفلبيني كان منظم دفاعيا بشكل جيد، ما كانت عندنا خطوره يعني. بالاخير هي انه حصلنا 3 نقاط، وان شاء الله نشوف الكادر التدريبي. عندنا مباراه مهمه ثانيه، نحاول نلقى الحلول الاكثر، لان نواجه صعوبات من الفريق اللي المنافس يتكتل دفاعيا، نواجه صعوبات، فان شاء الله نوجد الحلول في المباراه القادمه. عوده موفقه للمنتخب من جديد واول مباراه بالبصره. والله الحمد لله فرحنا الجمهور الجاي اليوم، واهم شيء الفوز وال3 نقاط. شعورك وانت تلعب من جديد بالبصره؟ والله يعني مباراه يمكن ب 2019 والله يمكن ما ادري والله، بس لا يعني 18 بطوله الصداره الحمد لله. يعني هو هاي مثل الحلم يعني، من تجي البصره وتلعب للجمهور العراقي.